هذا أكيد، لأن تركيا لم تخفي نواياها في ضرب قوات سوريا الديمقراطية وقتالها، وكذلك القوى الأخرى، ونقصد هنا حكومة دمشق، الميليشيات الإيرانية، جهاز الاستخبارات السوري، تريد بشكل كبير جدا زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شمال شرق سوريا لتلبي أطماعها في السيطرة على هذه المنطقة. ولكن لماذا تركيا؟ تركيا لأنها قادت حرب إعلامية كبيرة جدا، سخرت لها عشرات المواقع الإعلامية وبعض القنوات التلفزيونية، وبالتالي أرادت أن تلعب على وتر خطير جدا، على وتر العرقي والطائفي والإثني، وبالتالي إذا لو انحرفت العملية بهذا الاتجاه لكانت النتائج دموية وكبيرة جدا وخطيرة على النسيج الاجتماعي في سوريا. هي جريمة حرب وجريمة موصوفة ضد الإنساني، لأن تركيا بتحريضها الإعلامي هذا وبضخها الكاذب لكثير من الوقائع والتضليل الذي قامت به، كانت تضع المنطقة على شفا حفرة خطيرة جدا وعلى شفا هاوية قد تودي كانت بكل الأمن والاستقرار الاجتماعي الحاصل الآن في شمال شرق سوريا. كذلك القوى الأخرى، تركيا لم تستطع تدخل مباشرة في معركة دير الزور، ولكن عملت بتواتر كبير جدا على رفض هذه المعركة كما يقال، أو على الإضرار بقوات سوريا الديمقراطية من خلال إشعال الجبهات بدءا من ريف الباب الشرقي وصولا إلى ديريك في أقصى شمال شرق سوريا. أكثر من 6 مواقع كانت ساخنة جدا وتعرضت لهجمات ولقصف ولعمليات اقتحام، كان أخطرها في ريف منبج في شمال غرب منبج، عندما تقدمت القوى المرتزقة التي تعمل لدى أردوغان واحتلت قريتين وأوقعت 4 من الشهداء أطفال، واستطاعت قواتنا دحرهم وإعادتهم مرة أخرى، وكانت هذه العملية سجال ما بيننا وبينهم، ولكن في المرة الأخيرة تم القضاء على كثير من هؤلاء المرتزقة وتم اغتنام عربة همر منهم. وحتى الآن الموقف معرض للتصعيد، لأن تركيا تريد أن تستثمر في هذه الفتنة أكثر استثمارا. نعم، إذن سيد محمود، حضرتك الآن أشرت بأن تركيا قامت بإشعال الجبهات وصولا إلى ديريك، وأخطرها كان بريف منبج. إذن ما هي استراتيجية تركيا من خلال اتباع هكذا أساليب؟ كما قلنا، تريد أن تعتقد تركيا بأننا إذا كنا انشغلنا في عملية تعزيز الأمن في ريف دير الزور الشرقي فإننا سنخلي الجبهات في بقية المناطق، وهذا اعتقاد خاطئ. رفاقنا في مجلس منبج العسكري ومجلس الباب وكذلك مجلس تل أبيض وفي الحسكي وفي كل المناطق على أهبة الاستعداد للتصدي للاعتداءات التركية، وخصوصا إذا ما كانت هناك عملية اقتحام على الأرض. لقد اختبروا هذه العملية في أكثر من موقع وتكبدوا خسائر كبيرة، وعلموا حقيقة أن العملية التقدم العسكري لن تكون متاحة إلا إذا كان هناك استخدام للطيران، وهذا الأمر محظور تماما الآن حسب توافقات دولية مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أي عملية اقتحام بري ستبوء بالفشل. ولكن لنقرأ نوايا التركي من هذا الموضوع. النوايا خبيثة جدا كما قلت، تريد أن تصب الزيت على الفتنة التي تريد أن تشعلها في منطقة شمال شرق سوريا. ولكن أؤكد لك وللسادة المشاهدين أن الوعي الاجتماعي والشعبي الذي تحقق بالأيام الأخيرة أصبح واضحا تماما وراسخا وبما لا يدع مجال للشك أن فعلا هناك قوى حقيقية وليس دعايات إعلامية نطلقها على وسائل الإعلام، وإنما فعلا هناك قوى حقيقية تريد أن تضر بالمصلحة العامة، المصلحة العامة هذه التي يستفيد منها كل أبناء هذه المنطقة. الآن إذا نظرنا بعجالة إلى الخريطة، خريطة الإنسانية في سوريا والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، نجد أن منطقة شمال شرق سوريا هي التي تتمتع بحظ وافر من الاستقرار الأمني والاقتصادي، وبالتالي لا يطمح أبناء هذه المنطقة من كل مكوناتهم وأطيافهم، وأخص هنا شيوخ وجهاء العشائر، وخصوصا في دير الزور هم أكثر حرصا على أبنائهم. الآن المنطقة التي تشهد هذه الاشتباكات والاحتجاجات تعاني كثيرا، ليس برغبة السكان أن يتخلوا عن بيوتهم أو عن موارد رزقهم أو عن حياتهم الطبيعية. أقحمهم بهذا الأمر فئة ضالة أرادت أن تنفذ أجندات لأطراف خارجية على أرض شمال شرق سوريا، مستخدمة ذرائع القتال العشائري مع قسد، أو هم أرادوا أن يستجروا هذا القتال إلى أن يكون عشائريا خدمة لأجندات إيران وتركيا. ولكن تكاتف قواتنا العسكري وصمودنا على هذه الجبهة ووعي شعبنا، وهذا يأتي بالدرجة الأولى، وعي شعبنا ورأسهم شيوخ ووجهاء القبائل، هم الذين علموا وتأكدوا من هذا المخطط، وبالتالي تكاتفوا مع قوات سوريا الديمقراطية
الأمر الذي أحدث فارقا على الأرض. تباطؤ التقدم الآن في إنهاء هذه الفتنة مرده إلى استخدام السكان كدروع بشري. نحن هنا بأشد الحرص على أن يقع مدني واحد ضحية لهذه الأخطاء التي قام بها الفئة هذه الخارجة عن القانون، وعلى هذا الأساس يكون التقدم بطيئا جدا حفاظا على أرواح المدنيين. نعم، إذن سيد محمود بخصوص عملية تعزيز الأمن، يعني قوات سوريا الديمقراطية تدخل بلدة ذيبان بعد أن تمكنت من تمشيط حوايج ذيبان، إذن إلى أي مدى تسير هذه العملية بنجاح؟ أنا أقول أنها تسير بنجاح ولكن ببطء. البطء مرده ليس لقلة القوات العسكرية أو لقلة العتاد، القضية محسومة. إذا أردنا بأقل من نصف ساعة تحسم قضية ذيبان، ولكن نضع في مقدمة أولوياتنا حماية السكان المدنيين. حتى في مستوى آخر، يوم أمس تقدم الجنرال مظلوم عبدي بمبادرة وقال فيها إن من يرمي السلاح ويعود إلى حاضنته الشعبية وإلى أهله فلن نحاسبه على هذا الخطأ الذي حدث، وأعطى ضمانات لكل من يلقي السلاح ويعود مرة أخرى. إذن نحن لسنا عدائيين مع شعبنا ومع أبناء منطقتنا، وإنما تصالحيين، ولكن أكيد لن نسمح بمرور مخططات أخرى عبر أبناء هذه المنطقة. من المؤكد أن هناك كان بؤر ارتكاز لميليشيا إيرانية، لقوات النظام، للاستخبارات النظام، كانت تريد أن تضع لنفسها نقاط ارتكاز على الضفة الشرقية نهر فرات، ومن بعد أن تحتل مناطق واسعة من هذا الشريط تريد أن تقوم بهجوم أوسع على المنطقة، تصل إلى حقل العمري وتسيطر على منطقة أكبر وبدعم إيراني روسي واضح. إذن العملية كانت مخطط كبير جدا وخطير، استطعنا إبطاله نحن هنا. نعم، السيد محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي التابع لقسد، كنت معي من شمال وشرق سوريا، أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك معنا وعلى كل ما تفضلت به والمعلومات التي أفدتنا بها.